في ايه يعني إيه لما تجي لنا تسريبات كده، انه وبخصوص التسريبات، لانه احنا عندنا طبعا هو انفراد، انه هو هيعترض على المحكمه وتمسك بانه هو ما زال رئيسا للدوله. ده اللي بيعمال يتردد، ويمكن ده اللي قاله واكد عليه في انفراد جريده الوطن للزميل مجدي الجلاد، اتزاع عدد من المقتطفات وعدد من اهم ما قال، يعني اهم ما قاله دكتور مرسي، ده اللي هنذيعه على حضراتكم في الفيديو صوت وصوره لدكتور مرسي. قال لي مصر ليس هناك مجال للكلام دلوقتي في الموضوع، لم يدوق ولادكم في الصراع اللي بيننا وبين اسرائيل، هذه مهزله اللي بيحصل. متى تعود مصر مره اخرى ليكون فيها فصل من السلطات ثلاثه، يكون فيها حريه ومفتوحه؟ والله اللي بيفكوا بعنوان ان الناس من العرب اللي ساكنين في القدس طلبوا من السلطات الاسرائيليه انهم ينطقوا على شارع اسمه رابعه، والسلطات الاسرائيليه اللي انا عارف في الاخبار يعني اسرائيل فرحانه برابعه ولا زعلانه من رابعه، دائما يدور لك على مصيبه وربما تاتي تطلب الايام ان هم ورا المصيبه اللي احنا فيها، ربما انا ما عنديش يقين عشان اتهم حد، لكن اللي احنا فيه ده يخدم اسرائيل. طبعا مصر تستقر وتنمو تبقى قوية وأبنائها هم اللي تمتلك أرضها زي ما أنتم تقولون، عايزين ننتج رزقنا ودواءنا ولحمنا فنمتلك أرضها. إسرائيل مالهاش قيمة ولا مصر خالص، إسرائيل دي مالهاش قيمة، هي إسرائيل. لكن طول ما مصر فيها ألم، طول ما العدو بيستهدف، لأنه إحنا بنضعف نفسنا من داخلنا، نمشي شوية ونرجع. احنا الامور محفوظه وهو جريمه قانونيه لكل احد، وبالتالي رئيس الجمهوريه وفقا للدستور القائم في البلاد كودي تا يعني ايه؟ ضربه للمؤسسه، فبيقلب كل موازين المؤسسين ومعنى المؤسسين في التشريع وفي التقوى. احنا في حاله انقلاب، انا ثمن بسيط من مستهدف، وانا يعلم الله سبحانه وتعالى انا صادق من هذا الذي يحدث تعاني منه البلد مصر كلها. ليس هناك مجال للكلام دلوقتي في الموضوع، لم يدوق ولادكم في الصراع اللي بيننا وبين اسرائيل، هذه مهزله اللي بيحصل. متى تعود مصر مره اخرى ليكون فيها فصل من السلطات ثلاثه، فيها حرية ومفتوحة؟ والله اللي بيفكوا بعنوان ان الناس من العرب اللي ساكنين في القدس طلبوا من السلطات الاسرائيلية انهم ينطقوا على شارع اسمه رابعة، والسلطات الاسرائيلية اللي انا عارف في الاخبار يعني اسرائيل فرحانة برابعة ولا زعلانة من رابعة، دائما يدور لك على مصيبة وربما تاتي تطلب الايام ان هم ورا المصيبة اللي احنا فيها، ربما انا ما عنديش يقين عشان اتهم حد، لكن اللي احنا فيه ده يخدم اسرائيل. طبعا مصر تستقر وتنمو تبقى قويه وابنائها هم اللي بيمتلكوا ارضها زي ما انتم تقولون، عايزين ننتج رزقنا ودواءنا وسلاحنا فنمتلك ارضها. اسرائيل مالهاش قيمه ولا مصر لا خالص، اسرائيل دي مالهاش قيمه، هي اسرائيل. لكن طول ما مصر فيها ألم، طول ما العدو بيستهدف، لأنه إحنا بنضعف نفسنا من داخلنا، نمشي شوية ونرجع شوية. إحنا الأمور محفوظة وهو جريمة قانونية لكل أحد، وبالتالي رئيس الجمهورية وفقا للدستور القائم في البلاد كودي تا يعني إيه؟ ضربة للمؤسسة، فبيقلب كل موازين المؤسسين ومعنى المؤسسين في التشريع وفي التقوى. احنا في حاله انقلاب، انا ثمن بسيط من مستهدف، وانا يعلم الله سبحانه وتعالى انا صادق من هذا الذي يحدث تعاني منه البلد مصر كلها. ليس هناك مجال للكلام دلوقتي في الموضوع، لم يدوق ولادكم في الصراع اللي بيننا وبين اسرائيل، هذه مهزله اللي بيحصل. متى تعود مصر
خاص من السلطات الثلاثة، يكون فيها حرية والله. اللي بيفكوا بعنوان إن الناس من العرب من سفينة القدس طلبوا من السلطات الإسرائيلية إنهم يطلقوا على شارع اسمه رابعة، والسلطات الإسرائيلية استجابت. إن أنا قريت في الأخبار يعني إسرائيل فرحانة الرابعة ولا زعلانة من الرابعة، دائما يدور لك على مصيبة. وربما تأتي تطلب الأيام إن هم أرى المصيبة اللي إحنا فيها، ربما أنا ما عنديش يقين عشان أتهم حد، لكن اللي إحنا فيه ده يخدم إسرائيل طبعا. مصر تستقر وتنمو تبقى قوية، وأبنائها هم اللي تمتلك أرضها زي ما أنتم تقولون. عايزين ننتج غذائنا ودوائنا وسلاحنا فنمتلك أرضها. إسرائيل ملهاش قيمة ولا مصر ولا خالص، إسرائيل ملهاش قيمة، هي إسرائيل. لكن طول ما مصر فيها قلق، طول ما العدو